ألف ليرة في السوق السوداء، هذا ما أصبح عليه سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار. في الأيام الأخيرة العملة تنهار وتلقي بظلالها على حياة المواطن الاقتصادية والاجتماعية في بلد يحاول النظام فيه إلى جانب القتل والتدمير والاعتقال ضبط السوق والمناطق الخاضعة لسيطرته. مظاهر الحياة تختفي تدريجيا في هذه المدينة. تفاقم الفقر وارتفاع نسبة البطالة كان ينقصهما انهيار العملة في الشمال السوري، لتزداد معاناة المواطنين معاناة أشد. أبو محمد يخرج من بيته يوميا لا يعلم كيف سيؤثر سعر الصرف على قوت يومه. نحن هنا عم نعاني كثير من فرق التصريف، نحن بيعنا على السوري صراحة، وعم نعاني أحيانا من بيع الصبح مثلا مفتح نحن على اساس السعر الدولار 800 مثلا، عم تم مثلا للمساء احيانا ما بصلك تصرف كلتها، يعني عم تصير غلطتك مليون مليونين مثلا، بتروح تتفاجئ انه صارت 900 او صارت كذا شيء، شلون فالفرق عم بيكون كبير والخساره يعني عم تخسر كثير. في اسبوع واحد فقط انخفض سعر الليره السوريه امام الدولار الى الضعفين، ليعود ويرتفع مرة أخرى إلى نحو 1000 ليرة في السوق السوداء، تاركا المواطن السوري في حالة من الصدمة والذهول. بيأثر على الموظف، على العامل، العاملة ناريته 2000 ليرة 3000 ليرة، يعني دولارين أو 3 دولارات، إيش بدي يشتروا له هذول؟ لتر المازوت 700 ليرة، لتر البنزين ب1000، وصل لل1000 1200 لتر البنزين، هلا 800 700. هذا التذبذب في سعر الصرف يقابل بعجز في البنك المركزي في دمشق، خصوصا في ظل افتقار للنقد الأجنبي وتآكل في احتياطاته، ليكون الخاسر الرئيس من كل هذا هو المواطن الذي عانى بسبب الحرب طوال السنوات التسعة الماضية. وينضم إلينا من الدوحة مصطفى عبد السلام الصحفي الاقتصادي. مساء الخير أستاذ مصطفى وأهلا بك. بداية أسألك عن أسباب هذا الانهيار، يعني هل وصل صدى الاحتجاجات في إيران والعراق ولبنان إلى دمشق فتمثل بانهيار سعر الصرف؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. بالطبع يعني ما حدث في لبنان تحديدا والعراق ومعها إيران أدى إلى انهيار الليرة السورية. الليرة السورية بتتآكل منذ اندلاع ثورة يعني 2011، كان السعر يبلغ في ذلك الوقت 47 ليرة لكل دولار، الآن نحن نتحدث عن 1000 ليرة في السوق السوداء. العملة السورية فقدت ما يقرب من 43% من قيمتها منذ نهاية سبتمبر وحتى هذه اللحظة. ما حدث أن الأموال التي كانت تتدفق على سوريا من قبل مصارف لبنان ثم عبر الحدود العراقية السورية قادمة إما من إيران أو قادمة من العراق توقفت مع المظاهرات الحالية. هناك يعني أسباب بتتعمق داخل سوريا بسبب هذا التراجع، منها على سبيل المثال أن مصرف سوريا المركزي بات ضعيفا في مكافحة عمليات المضاربة، لم يعد لديه أي نقد أجنبي يستطيع من خلاله الدفاع عن العملة السورية. يعني تم خلال السنوات التسع الماضية تجفيف موارد النقد الأجنبي، لم تعد هناك سياحة، لم تعد هناك صادرات. طبعا أستاذ مصطفى أصبح النظام السوري بيعتمد مع العلم طبعا أن الاقتصاد السوري غير مرتبط كليا بالاقتصاد العالمي، صحيح؟ يعني هذا كان تاريخيا غير مرتبط، ولكن الآن أصبح يعني الاقتصاد العالمي كله بيتأثر، بمعنى أن الحرب التجارية الحالية ما بين يعني أمريكا والصين بتؤثر على كل الاقتصاد العالمي، لكن تاريخيا كان للاقتصاد السوري خصوصية.
بمعنى أن سوريا لم تكن تستدن من الخارج، لم يكن عليها ديون خارجية، وهي ميزة ظلت حتى عام 2011، لكن بعد اندلاع الثورة أصبح النظام السوري بيعتمد بشكل أساسي على حلفائه سواء الإقليميين في إيران أو الخارجيين مثل روسيا والصين. أصبح الاعتماد الكلي من حيث موارد النقد الأجنبي على هذه الدول، ثم لاحقا أصبح الاعتماد على إما جيب المواطن أو على ابتزاز رجال الأعمال ومصادرة بعض الأملاك كما حدث في شركة الاتصالات MTN. أصبح التلويح بشكل مستمر باستبدال الحكومات بهدف الضغط، تخفيف الضغط عن الأسواق، لكن هذه الأمور لم تعد تجدي. الآن روسيا على سبيل المثال بتقدم دعم نقدي مقابل الحصول على امتيازات ضخمة، على سبيل المثال مشروعات بالأمر المباشر. كذلك الحال على إيران. إيران قبل الثورة أو قبل الانتفاضة الأخيرة كانت بتحصل على مشروعات كبرى سواء متعلق بالبنية التحتية أو الكهرباء أو غيرها بالأمر المباشر من حكومة النظام السوري. أيضا العراق انتفض ضد الفساد داخل نظام الحكم، وبالتالي ما كانت الأموال التي كانت تتدفق من فوائد النفط سواء الإيراني أو العراقي نضبت، خاصة بعد فرض العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني ومنع إيران من تصدير نفطها في الخارج. هذا أثر على السيولة النقدية التي تخرج من طهران إلى داعميها في المنطقة سواء في اليمن أو سوريا. نعم أستاذ مصطفى، طبعا كما تحدثت حضرتك ما يحدث في لبنان اليوم يعني عامل أساسي في ما حدث في سوريا، يعني هي رئة سوريا ربما الاقتصادية، لكن لو تشرح لنا أكثر يعني كيف استطاع النظام أيضا الالتفاف طوال كل تلك الفترة، كل تلك السنوات على العقوبات الأمريكية والأوروبية، وأنت تتحدث طبعا عن دعم روسي وإيراني، لكن ماذا حدث اليوم بالضبط؟ ما هي الظروف التي تكاتفت مع بعضها البعض؟ يعني عقب خلال السنوات الماضية هربت أموال ضخمة جدا من داخل سوريا إلى الخارج، إما إلى تركيا أو إلى بعض الدول الأوروبية، لكن الجزء الأكبر من الأموال السورية، أموال المودعين السوريين، هربت إلى مصارف لبنان. يعني التقديرات غير الرسمية بتقدر حجم الأموال المودعة لسوريين داخل البنوك اللبنانية بنحو 20 مليار دولار، ويعني ده هذا أقل تقدير، يعني في تقديرات أخرى بتضاعف هذا الرقم. أيضا رجال الأعمال السوريين عندما تم فرض قيود أو عقوبات غربية على النظام السوري ومنع صادرات النفط على سبيل المثال ووضع قيود على المنتجات السورية، تم تجفيف موارد النقد الأجنبي، وبالتالي رجال الأعمال السوريين كانوا بيعتمدوا بشكل كبير على الأموال التي تتدفق عليهم من لبنان، سواء أموالهم التي أودعوها وأسعار الفائدة الممنوحة عليهم أو شراء الدولار من السوق اللبناني وإعادة تهريبه. صحيح. عبر الحدود. كما هذه نعم. كانت الرئة كما كانوا الأساسية يعني نعم. كانوا يحصلون أيضا على قروض النظام على نعم على قروض من سوريا ويودعونها في لبنان بسبب الفوائد العالية. أيضا التجار السوريين ورجال الأعمال عندما كانوا يحتاجون إلى دولار أو نقد أجنبي كانوا يشترون من السوق اللبنانية لتمويل شراء احتياجاتهم، سواء من السلع الوسيطة للمصانع، سواء المواد الخام، سواء غيرها.
أيضا عندما تأتي أموال من الخارج لصالح المستثمرين السوريين كانت تذهب إلى البنوك اللبنانية حتى لا يتم فرض عقوبات عليها. الرئة الثانية المهمة هي كانت بتأتي من إيران. إيران الأموال كانت تتدفق منها على النظام السوري مقابل بعض الامتيازات الضخمة جدا، سواء في مجال المشروعات كما قلت، أو قيام النظام السوري بشراء النفط، قيام النظام الإيراني السوري بشراء النفط الإيراني قبل فرض العقوبات، أو شراء الكهرباء في بعض الأحوال. لكن عندما قام دونالد ترامب بفرض عقوبات كاملة على النفط الإيراني الذي كانت صادراته بتتجاوز أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا، الآن إيران بتصدر في حدود 200 ألف برميل فقط، يعني على أغلب التقديرات يعني إيران بتتحدث عن مليون أو 500 ألف، ولكن نحن نتحدث عن 200 ألف برميل يوميا. هذا الفرض الأمريكي والتشدد في العقوبات على قطاع النفط الإيراني تحديدا جفف موارد النظام الإيراني المالية، وهو ما أثر على دعم لحلفائه في المنطقة كما قلت. نعم، لماذا فشل مشروع صندوق دعم الليرة السورية التي قامت به دمشق بالتعاون مع القطاع الخاص السوري وطبعا غرف التجارة والصناعة برأيك؟ يعني القطاع الخاص السوري ليس مقتنعا بالسياسات النظام السوري، بمعنى أن هذا النظام يلجأ إلى سياسات ابتزاز هؤلاء ومصادرة أملاكهم والتحفظ على أصولهم، وبالتالي يعني معظم هؤلاء يودعون أموالهم في الخارج خاصة، يعني ولا يحولون يعني نتائج الصادرات التي يقومون بتصديرها للخارج إلى الداخل. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الصندوق أو أي تحرك حكومي يلزمه احتياطي قوي من النقد الأجنبي، يستطيع كبح المضاربات، يستطيع تلبية احتياجات استيراد سلع أساسية مثل الوقود سواء البنزين أو السولر أو القمح، وبالتالي مصرف سوريا المركزي لا يمتلك أي أدوات للدفاع عن العملة. وأنا توقعاتي أن يلجأ النظام السوري خلال الفترة القادمة إلى تعويم العملة، أي تركها للعرض والطلب كما فعل النظام في مصر في نوفمبر 2016 عندما زادت الضغوطات على الجنيه المصري وزادت المضاربات وانتعشت السوق السوداء. هنا لم يجد النظام في مصر مفرا إلى أن يتركها للعرض والطلب. لكن يعني في مصر يعني ما كان يساند العملة المصرية الجنيه هو إما الحصول على قروض خارجية سواء من دول الخليج أو من صندوق النقد الدولي أو آخره، لكن الصورة تبدو قاتمة السواد في دمشق حيث لا دعم مالي يحظى به نظام الأسد، كما الحال يعني على عكس الحال في نظام السيسي على سبيل المثال. لا توجد دعم، لا يوجد دعم من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية. الدعم الذي يلقاه من بعض حلفائه الدوليين، الحلفاء بيواجهون مشاكل، حتى روسيا نفسها يعني لا تجد القدرة على ضخ مزيد من الأموال خاصة. طب إذن ما هي أبرز العوائد؟ نعم. سيد مصطفى، السورية. إذن ما هي أبرز التداعيات على النظام السوري؟ يعني على المواطن نعرف بالتأكيد، ومن المحزن الحديث عن تداعيات أكثر يعني بعد كل ما أصابه خلال السنوات التسع الماضية، لكن ما هي أبرز التداعيات على النظام برأيك؟ يعني كل التوقعات بتشير إلى يعني ثورة في سوريا على غرار ما حدث في لبنان والعراق تحديدا وإيران.
اللبنانيون خرجوا ضد الفساد، ضد الرسوم العالية، ضد زيادة الضرائب، ضد فرض رسوم على الاتصالات وغيرها، ضد الفقر، ضد البطالة خاصة بين الشباب. يعني لم يخرجوا لأسباب سياسية، يعني في تقدير أنهم خرجوا لأسباب اقتصادية بحتة، ضد فساد النخب السياسية في لبنان التي لديها مليارات الدولارات سواء في الداخل أو خارج، ومع ذلك بتزعم أن خزينة الدولة فارغة والحل يكمن في زيادة الضرائب والرسوم وغيرها. أيضا تكرر هذا المشهد في لبنان في إيران خلال الأسابيع الماضية، عندما خرج الإيرانيون منتفضين ضد زيادات الأسعار خاصة البنزين. نعم. أيضا تكرر المشهد في العراق، ثاني أكبر دولة نعم. منتجة للنفط بعد السعودية. نعم. ورغم أتمنى ذلك نعم أتمنى أن تبقى معنا لو سمحت. فقط سنذهب الآن إلى رانيا دريدي ومعلومات أكثر عن الليرة السورية ونعود لاستكمال النقاش. 8 أعوام منذ اندلاع الثورة السورية وما تبعها من صراع مسلح أرهقت الاقتصاد السوري وأضعفته على كل المستويات، وما خلفته سنوات الصراع المسلح أكملته الإدارة السيئة للنظام والفساد المستشري في دواليبه، بالإضافة إلى التداعيات المباشرة للاحتجاجات الأخيرة في إيران والحراك المستمر في كل من الجارتين العراق ولبنان. فسوريا اليوم تحتل المرتبة 178 عالميا ضمن قائمة أكثر الدول فسادا في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2018، واتسع دور السوق السوداء برعاية النظام والميليشيات التابعة له في ظل استمرار الصراع الدموي. وكان متوقعا برأي العديد من الخبراء أن تؤول الأوضاع إلى ما آلت إليه من انهيار اقتصادي. كما أن صدى الاحتجاجات الأخيرة في إيران والحراك المتواصل في كل من العراق ولبنان وصل بسرعة إلى دمشق من خلال تدهور سريع في صرف الليرة مقابل الدولار إلى رقم قياسي غير مسبوق، والذي قدر في سبتمبر الماضي ب 4% يوميا، ووصل الانهيار إلى 30% في الأسابيع التي تلت تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية في أكتوبر الماضية. سعر صرف الليرة السورية واصل انخفاضه مقابل الدولار ليتجاوز 800 ليرة ويقترب من 900 ليرة، وهو أدنى سعر في تاريخ البلاد، ولمس 1000 ليرة في السوق السوداء، أي أكثر من ضعف سعر الصرف الرسمي الذي لا يزال ثابتا عند 434 ليرة، بعد أن كان لا يتجاوز 47 ليرة للدولار الواحد عام 2011. ويشكل انخفاض قيمة العملة دليلا ملموسا على الاقتصاد المنهك. فقد انهار الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي السوري من 18 مليار دولار في عام 2011 إلى ما يعادل 70 مليون دولار بحسب أرقام غير رسمية. ومع وجود 83% من السوريين تحت خط الفقر، انهارت عائدات الضرائب بالكامل. علاوة على ذلك، لم تعد هناك عائدات من الإيرادات النفطية، لأن الولايات المتحدة والقوات الكردية تسيطران على حقول النفط في شمال شرق سوريا. ومما زادت صين بلة تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، خاصة أن حجم ودائع السوريين في مصارف لبنان التي تقدر بنحو 20 مليار دولار، وبسبب وقف تدفق الأموال من بيروت إلى دمشق وإقبال رجال أعمال اللبنانيين على شراء الدولار من سوريا لتمويل أنشطتهم التجارية والاستثمارية، تهاوت الليرة السورية بشكل سريع. ومع أن الاقتصاد السوري غير مرتبط كليا بالاقتصاد العالمي، إلا أنه يعتمد بشكل رئيسي على إمدادات النفط ومشتقاته من إيران والزيارات من العراق والتحويلات من الأردن، كما أن النظام المصرفي اللبناني يعد بمثابة الرئة الاقتصادية أو للاقتصاد السوري، وتعد الموانئ اللبنانية نافذة حكومة النظام السوري للالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية التي فرضت بعد عام 2011. التقارير الأممية ذكرت أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 78%، وثمة نحو 9 ملايين سوري عاطل عن العمل، بينما ازدادت الأسعار بشكل عام بين عامي 2011 و2019 نحو 14 ضعفا، كما أن الاقتصاد السوري خسر 226 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعادل 4 أضعاف إجمالي الناتج المحلي عام 2011
2010، فضلا عن دمار 7% من المساكن والمباني والمنشآت العامة كليا و20% جزئيا. وتشير تقديرات الأمم المتحدة أن سوريا تحتاج إلى 250 مليار دولار لإعادة الإعمار، كما أن معدلات الفقر والعوز المالي ارتفعت بشكل حاد من 33% إلى 80%، وبات أكثر من نصف المجتمع أي ما يربو على 12 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المختلفة. شكرا لرانيا على هذه المعلومات. أعود إليك أستاذ مصطفى، أود أن أعرف قراءتك لو سمحت لي الحديث عن استبدال العملة المحلية بأخرى أكثر استقرارا طبعا أمام سعر الدولار، إن كان في الشمال السوري أو في المناطق المحررة أو غير الخاضعة لسيطرة النظام. يعني متعرف عليها عالميا أن يعني الدول أو المصارف المركزية هي من تصدر يعني العملات، وبالتالي أي عملة تصدر سواء في المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة أو غيرها هي غير معترف بها عالميا، إلا إذا لجأت هذه المناطق إلى التعامل بعملات الدول المجاورة على سبيل المثال كتركيا. العملة العراقية، الليرة التركية وغيرها، ده صحيح. لكن يعني ما أود أن الفكرة التي كنت أود أن أوصلها أن النظام السوري بيخضع ل يعني تحديات صعبة جدا قد تفوق ما يعني قد تعتبر الأخطر منذ اندلاع الثورة السورية في 2011. عليها أن ينتظر إما ثورة جياع أو ثورة تشبه ما حدث في لبنان والعراق وإيران مؤخرا، أو أن يلجأ المواطن إلى سياسة التكيف السلبية في حالة زيادة قمع النظام، بمعنى خفض عدد الوجبات اليومية من 3 وجبات إلى وجبتين، إخراج الأطفال من المدارس وإلحاقهم بسوق العمل، مسألة إن هو عدم تناول الأطعمة غير المفضلة وقليلة التكلفة وقليلة السعرات، وبالتالي يعني المواطن يعني ما بين إما الخضوع لقمع النظام الحاكم كما هو جاري أو الخروج عليه كما حدث في دول أخرى. طب كيف سيتكيف أو كيف سيتعامل النظام برأيك مع هذه التحديات؟ إلى ماذا سيلجأ؟ تحدثت عن تجارب طبعا شبيهة، لكن ربما النظام السوري تحديدا ومعه يعني روسيا وإيران لا يقرؤون تلك التجارب ودائما بيجربوا أكثر من غيرهم. ده صحيح، النظام السوري لا يمتلك أدوات بشكل مطلق، بمعنى ما ورد في التقرير أن البنك المركزي يعني لا يمتلك سوى 70 مليون دولار وهي لا تكفي لشحنة قمح على سبيل المثال. هناك يعني الشعب السوري يعني يدخل على مرحلة شتاء حيث تزداد فيها الحاجة إلى الوقود وإلى القمح أيضا، وبالتالي النظام لا يمتلك يعني حتى الداعمين الإقليميين بيواجهوا مشاكل سواء يعني في إيران أو حتى روسيا. يعني روسيا يعني قد يعني تدفع أو يعني تضخ أموال مقابل صفقات سلاح، لكن النظام لا يمتلك أي موارد بالنقد الأجنبي، لا يمتلك خطوط اتصالات مع مؤسسات دولية على سبيل المثال مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. الأخطر أنه كان لديه ثروة نفطية ضخمة جدا، كان يصدر النفط. الآن آخر تصريحات لدونالد ترامب يقول أن النفط السوري تحت السيطرة الكاملة للولايات المتحدة، وبالتالي هو لا يمتلك أدوات، اللهم إلا أداة القمع أو اللجوء إلى تغيير الحكومة لتهدئة الشارع بعض الوقت. لكن يعني النظام السوري يحتاج إلى مليارات الدولارات ليعوم،
يعني هل إيران يعني قادرة على ضخ هذه المليارات؟ يعني أشك في ظل الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تعصف بالاقتصاد الإيراني. أيضا الصين يعني لا تقدم شيئا لوجه الله، هي تقدم شيئا مقابل أرباح ضخمة. أستاذ مصطفى، هي تقدم مليارات مقابل مشروعات. نعم أستاذ مصطفى عبد السلام الصحفي الاقتصادي، إذا كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك.